شهد القطاع الزراعي تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ العديد من المشروعات التي ساهمت في النهوض بهذا القطاع في مصر. وجاءت توجيهات الرئيس السيسي المستمرة لمساندة المزارعين بداية من توفير كل المستلزمات الزراعية وتوفير المياه المطلوبة للزراعة فضلا عن تحسين سلالات رؤوس الماشية. توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساندة المزارعين بداية من توفير كل المستلزمات الزراعية إلى توفير المياه المطلوبة للزراعة فضلا عن توفير سلالات رؤوس الماشية. وفي ظل ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية كان الرئيس السيسي سباقا بدعم الفلاح وموجها بزيادة توريد إردب القمح للمزارعين من 1000 جنيه إلى 1250 جنيها، وذلك بعد لقائه بمزارع القمح أثناء زيارته لمدينة شربين. ده اللي الدولة حاولت ما تعكس الأزمة اللي موجودة بره على أهلها. بالمناسبة ما حدش بيدفع حاجة منين؟ احنا نجيبش نجيب نجيب مين؟ نجيب مصر. نجيب مين؟ بس برضو يعني القلب على القلب رحمة. القلب ايه؟ انا سعيد اني شفتكم النهارده، متشكرين، كل سنه وانتم طيبين، سلمونا على اسركم لو سمحتوا. دعواتكم الطيبه. الرئيس السيسي وجه كذلك بضروره تضافر الجهود بين الدوله والمصانع ومنظمات المجتمع المدني لدعم المزارعين واصحاب رؤوس الماشيه لزياده انتاج الالبان، مشيرا الى ان مبادره رؤوس الماشيه سوف تغير حياه المزارع. يا جماعة إذا ما كناش هنقدر نغني الناس، نغني يعني إيه نغني؟ يعني المزارع اللي بيديك 3-4 كيلو للرأس الماشية بيأكلها زي اللي بيأكل تقريبا، مش هقول يعني عشان أكون منصف، رأس تانية ممكن تجيب 25-30 كيلو وأكتر من كده. مظبوط. وبالتالي نفس الجهد ونفس الخدمة اللي بتتعمل للرأس الماشية اللي يجيب 3-4-5-7-10 ممكن. طب ده أنا عندي فرصة إن يديني 25-30 وممكن أكتر من كده. الفلاح المصري لم يغب أبدا عن أعين الرئيس السيسي واهتماماته، وهو ما ظهر جليا مؤخرا خلال فعاليات المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حيث وجه الرئيس السيسي الشكر للمزارعين المشاركين في مبادرة إزرع ولكافة المزارعين في مصر. أنا مش هقول لكم على موضوع زي موضوع القصب السكر اللي هو هيخلي الفدان يصل ل70 ولا كده كتير، 70 طن، 60 طن، 65 طن، هو بيجيب 40 أقل شوية. طب هو هيجيب الكمية ديت وبمية أقل، يبقى النهاردة لو أنا عندي فدان قصب كان بيجيب لي 40 طن، 35 طن، وبقى بيجيب لي 50 ولا 55، طب ما أنا زودت أكتر من 20% من إنتاجي على نفس مساحة الأرض. صحيح. وكمان قللت المية بتاعتي، فده جهد آخر. صحيح. إحنا محتاجين إن إحنا نشتغل فيه مع بعض تحت أمر حضرتك عشان يعني عشان خاطر بلدنا يعني. وانا بشكركم وسعداء جدا باللي انتوا حققتوه ومثال جميل جدا، وبرده تاني بشكر كل مزارعين مصر يعني. القطاع الزراعي شهد تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تنمية الثروة الحيوانية ومشروع إحياء البتلو وتنفيذ أكبر مشروع للصوب الزراعية بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى مشروع 1.5 مليون فدان ومشروعات الاستزراع السمكي. كما ركز الرئيس السيسي على مشروعات مجمعات الأسمدة والمشروع القومي لإنتاج التقاوي ومشروع 1 مليون رأس ماشية ومشروع كرت الفلاح وغيرها من المشروعات التي ساهمت في النهوض بالقطاع الزراعي في مصر. وبهدف توفير السلع الاستراتيجية والغذائية للمواطنين جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته المستمرة لمعدلات الإفراج عن البضائع من الموانئ على مستوى الجمهورية وخروجها إلى الأسواق، موجها بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ. وتحت رعاية الرئيس السيسي تنوعت المبادرات التي تستهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، من بينها مبادرة كلنا واحد وكذلك أهل رمضان وغيرها من المبادرات التي تخفف عن كاهل المواطنين. كما جاءت توجيهات الرئيس السيسي باستمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي أقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة.